الانترنت تحديد ليث بي 189 صفحة 71 العبر والعظة. يؤخذ من هذا المقطع من سيرته صلى الله عليه وسلم مبادئ وعظات هامة. برأيي بأن الطالب الكفيف في الأردن حتى لو اجتاز المرحلة الثانوية بنجاح إلا بده يفكر مليون مرة قبل ما يسجل الجامعة. للأسف بأنه جميع الجامعات الحكومية في الأردن ما عدا الجامعة الأردنية غير مهيئة لاستقبالهم، يعني ما في مسارات للمشي، ما في مرافقين يساعدوهم، ما في كتب بطريقة برايل اللي هي الطريقة اللي بتناسبهم، وما في كتب بطرق مختلفة برضو كمان تقدر تساعدهم مثل الكتب الصوتية، ما في توظيف للتكنولوجيا بحيث يكون مساند أو بديل، خلينا نحكي عن الطريقة التقليدية، وأيضاً التعليم الإلكتروني وللأسف غير مهيئ لهم. طبعاً مع أزمة كورونا ومع الانتقال الكلي للتعليم عن بعد طفت مشكلة عدم أخذ احتياجات الطالب الكفيف التقنية بعين الاعتبار. شو يعني؟ يعني التعليم الإلكتروني في الأردن بيعتمد على منصات تعليمية تابعة للجامعات وللكليات. هاي المنصات الطلبة المكفوفين واجهوا صعوبات كثيرة بدخولها، وهذا بعود لعدة أسباب. نعم، هي كليتي عندها منصة إلكترونية، لكن بصراحة إحنا كمكفوفين قوارئ الشاشة عنا ما تدعم كل البرامج على التليفون، فعانينا كثير خاصة مع مستندات البي دي اف اللي كانوا بينزلوها الدكاترة. يعني فوق ما إحنا متغلبين على المنصة بدنا نتغلب بتسجيل المستند. ب 2013 لما كنت طالبة جامعية كان في عندي زميلة كفيفة، فطلبت مني أنا وزملاء لأن نسجلها كتاب أكاديمي كان صعب تحصل عليه، فبلشنا أخذنا الكتاب وسجلناه بأصواتنا وبعتنا لها إياه. بعدين سألنا حالنا طب الطالب الكفيف في الأردن أصلا كيف بدرس؟ ومن هون بلشت فكرة مطر إنه نحن نساعد الأشخاص المكفوفين لحتى يحصلوا على كتبهم بطريقة بتناسبهم. انضم لنا متطوعين كتير من الوطن العربي عن طريق صفحتنا على الفيسبوك بالتسجيلات الصوتية أو بالتحويل البورد. بس وقت الحظر في إشي تغير. الآن منطقة إربد تحت سيطرة القوات المسلحة. الجيش العربي يمنع الخروج من المنزل نهائيا. تجربة دراستي عن بعد بسبب جائحة كورونا كانت تجربة صعبة جدا. الأساتذة هم كانوا بالكلية متعاونين، أما عن بعد ما خذت معهم أو ما طلبت منهم إشي، يعني أصلا هم كأساتذة غير راغبين بتجربة التعليم عن بعد، لأنه بكثير منهم ما كانوا بيعرفوا يتعاملوا مع الموقع بالبداية، كثير منهم اعتمدوا جروبات واتس، كثير منهم بصراحة الموقع تبع الجامعة عندنا كمان كان بيعلق مع كثير من الطلاب، يعني الطالب اللي ما عنده انترنت قوي كان يعاني كثير، وكنا نشوفه على الفيس وعلى الواتس بكتب عن معاناته. بمشروع مطر قدمنا خدمتين أساسيتين لتحل هاي المشاكل، خدمة التسجيل الصوتي أو الطباعة، يعني بناخذ الكتاب من الطالب الكفيف بنوزعه لمتطوعين بيسجلوه إما صوتيا بأصواتهم أو بعيدوا طباعته لحتى قوارئ الشاشة تقرأ هذا الكتاب للطالب الكفيف. يعني زمان كان ممكن نحن نستقبل 15,000 متطوع معنا، بخلال أزمة كورونا وصلنا ل 25,000 متطوع يقدر يساعدنا لحتى نقدر نقدم خدمات مناسبة للأشخاص المكفوفين. أنا مبسوطة بأنه من قبل كورونا فكرنا كيف ممكن نستخدم أكثر التكنولوجيا لحتى تكون من غير وسيط ما بين الطالب الكفيف وما بين المتطوع اللي حاب يساعده، فطلعنا بأبليكيشن. هذا الأبليكيشن بيساعد أو بربط خلينا نحكي أكثر الأشخاص المكفوفين مع المتطوعين بطريقة أكثر بسيطة. هذا الأبليكيشن بنقدر نوصل لقاعدة أكثر من المستفيدين ونتواصل مع أكثر أعداد المتطوعين.